الحكم خلى اللعب والانطلاق من ديغو كوستا اللي صار على صلاة ديكو مدريد. ساول نيجيز، ساول نيجيز عنده الكرة الآن. ساول يبحث عن غريزمان، وجد فيليبي لويس على الجهة اليسرى. فيليبي لويس يرجع مرة ثانية لساول، ترجع له فيليبي لويس. بارتي، هل ما زال إنييستا ساقط؟ حكم يوقف اللعب. إنييستا يبقى ساقط على أرضية الميدان، والحكم يوقف اللعب لتقديم الإسعافات الأولية لرسام نادي برشلونة